الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين اخر لذيذه. الوصفه الاولانيه هنعمل صينيه البطاطس الجراتان بالسبانخ، حلوه جدا، ولا لحمه ولا فراخ، طعمها لذيذ جدا وسهل قوي، ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل الماربل كيك، وصفه بقى للكيك يعني مش قادره اقول لكم، سهله جدا جدا، يعني خطيره، محتاجه منك هتاخد منك شويه وقت كده بس، لكن المقادير بسيطه، هي شويه وقت بس عشان هنقعد نعمل كيكه شوكولاته على كيكه فانيليا، بس بتطلع في الاخر خطيره وطعمها تحفه. ان شاء الله يا رب الحلقه تعجبكم النهارده. فاصل بسرعه ونرجع بعد الفاصل نعمل جراتان البطاطس بالسبانخ. خليكم معانا. انا جيت. هنعمل اول وصفه مع بعض دلوقتي، البطاطس الجراتان بالسبانخ. هتقولوا لي ايه سبانخ بطاطس يا ستي مش عارفه ايه؟ عايزه اقول لكم انها لذيذه جدا جدا. اعرفوا بس كده المقادير وجربوها، هتلاقوا طعمها حلو قوي ان شاء الله تعجبكم. بنعمل لها كريمه كده، يعني بصوا هي مش سبانخ وبطاطس كده، لا، حاجه برده مفتخره ومحترمه، طبق كده محترم. ايه بقى القصه؟ بصوا انا معايا بطاطس متقطعه شرايح، الشرايح اللي متقطعه بيها البطاطس مش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، سمكها حلو كده عشان ما تاخدش وقت كبير في التسويه، تبقى سهله معاكي على طول في التسويه. معانا كمان ايه بقى؟ معانا سبانخ، سبانخ بقى مثلا فريش ومتقطعه، يا سلام يبقى حلو قوي. مش متوفر يبقى السبانخ الايه المجمده اهي، بتبقى ظريفه جدا، هنستخدمها على طول وبتبقى اسهل، بتجيبيها من السوبر ماركت فتضمنيها على طول انها موجوده، لكن اكيد الفريش احلى بكتير. تمام. معانا كمان بصلايه بقى متقطعه شرايح او حتى متقطعه مكعبات، المتوفر عندك مفيش مشكله. معانا كمان جزرايه كده حلوه مبشوره، معانا فصوص من الثوم، 3 فصوص من الثوم متقطعه شرايح، هنحتاج معلقتين من الدقيق، محتاجين كمان 2 كوب من كريمه الطبخ، ممكن نستخدم كريمه الطبخ باللبن الحليب عادي مفيش مشكله، بس كريمه الطبخ بتبقى دسمه اكتر وبتعمل طعم احلى واغنى كده. تمام. معانا كمان معلقه صغيره من البصل البودره، معلقه صغيره من الثوم البودره، معلقه صغيره من البابريكا، وملح وفلفل، وفي الاخر خالص بقى شويه جبنه موتزاريلا كده لذيذه كده بنحطها على الوش قبل ما ندخل الصينيه الفرن. بس كده هنشغل هنا بقى الطاسه علشان نعمل كل الكلام اللطيف ده مع بعضه، هتلاقوها وصفه ظريفه جدا وسهله قوي ان شاء الله هتعجبكم. بس الفوطه بتاعتي. هنعمل ايه اول حاجه؟ عايزين نحط كده ايه معلقتين زيت كده، وعايزه انزل اول حاجه بالبصل، بصل كده ايه ياخد له تشويحه، طبعا الطاسه ما كانتش سخنه، والله انا تعبت بقى اسخن الطاسه ابقى بسرعه، خايفه الاكل يجرى له حاجه عشان بس ما اضيعلكوش وقتكم، انسى اسخن الطاسه. بصوا بقى نقعد نتشل بقى كده، بس ان شاء الله خير. يلا يا بصل اهو، طبعا انا مقطعاه هنا كده شرايح، لو انتوا عايزينه يبقى مكعبات مفيش مشكله، اي تقطيعه تحبوها هتنفع وهتبقى لذيذه اهو. عقبال ما البصل كده يقول شويه اي حاجه، تعالى عايزه اوريكم سمك تقطيعه البطاطس، لان دي برده مهمه عشان ما تقرفناش في الوقت. بصوا اهو سمكها كده ايه رقيق كده، لا هي شيبسي ولا هي برده اللي هي التخينه قوي دي، لا خلوها كده ايه تستوي بسرعه وتشرب من الكريمه والمكونات اللي احنا هنحطها مع بعض دلوقتي، بتبقى ظريفه. انا كمان السبانخ هنا عايزه اصفيها من ميتها خالص، مش عايزاها تبقى ميه ابدا، على قد ما اقدر بس كده ايه بعصرها عشان انا عايزه السبانخ فقط من غير كل الميه دي، بس كده اهو، مش عايزين الميه دي، نقولها شكرا ربنا يوفقك كده روح في اي حته تانيه، بس كده. ممكن يا استاذ رأفت تجيب لي جلوفزات لو سمحت عشان الجلوفزات خلصت. بصل اهو ربنا وفقه اهو، ابتدى اهو
ممكن نديله كده رشة ملح تساعده ان هو يدبل معانا اوام. يا استاذ رأفت انت سامعني كده اهو. الله 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 عليك يا بصل. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ نقوم حاطين السبانخ. بس كده ونقلب السبانخ مع البصل بهذا الشكل الظريف. السبانخ طبعا متلجة، احنا اصلا بنطلعها من الفريزر ونسيبها كده ايه تفك وتاخد درجة حرارة الجو من غير ما نقعد من غير ما نحطها مجمدة، الافضل كده ونصفيها من ميتها خالص زي ما انا عملت اهو. برضو قبل ما الدنيا تاخد وتدي مع بعضها، معايا بقى الصينية اللي انا هعمل فيها الجراتان البطاطس الحلوة دي. عايزة كده افرد راق من البطاطس اهو كده فيها بالشكل ده، رق كده حلو. كده اهو. ورش عليها ملح وفلفل. حاجة خفيفة مش كتير قوي. ملح وفلفل. وهنا هتلاقوا بصوا السبانخ بنزل ميتها. كل الكلام الحلو ده مع بعضه. هوسع مكان واحط الثوم. وعايزة اشم ريحة الثوم. كل ده انا حطيت معلقتين زيت بس، خلوا بالكم. فبتبقى طبعا الصينية مش مدهنينة بقى قوي كده ورخمة. ومعانا كمان الجزر. اول ما اشم ريحة الثوم كده انزل بالجزر. كده اهو. كل الكلام الحلو ده يتشوح مع بعضه اهو. معنا بقى كمان معانا بقى الدقيق والكريمة والبصل البودرة والثوم البودرة والبابريكا. هنحط البصل البودرة والثوم البودرة، يعملوا طعم حلو قوي، طعم مدخن كده. البابريكا نقلب. تمام. وبعدين بنحط الدقيق، رشة الدقيق كده، المعلقتين الدقيق الصغيرين دول. الدقيق هيربط المكونات دي كده مع بعض. ونقوم حاطين كريمة الطبخ. تعالي يا كريمة. ممكن نستبدل الكريمة باللبن الحليب عادي خالص، مفيش مشكلة. بس طبعا الكريمة بتبقى اغنى كده وطعمها لذيذ اكتر. بس كده طبعا دي لوحدها كده لو جيتي دقتيها هتلاقيها خطيره. حط لها برده كده رشه ملح وفلفل. ملح وفلفل اهو. والريحه يا جماعه تجنن، خطيره. هاخدها بقى كده خلاص، هي بكبكت كده وتمام. هاخدها كده نحط شويه على البطاطس الجراتان اللي احنا رصناهم كده، عشان هنحط كمان شويه على الرق التاني اللي احنا هنحطه من البطاطس من فوق كده عليها، علشان نتاكد بس ان الحشوه الحلوه بتاعت السبانخ دي متوغله كده وظريفه اهو كده بهذا الشكل الظريف اهو. ونرجع تاني بقية الحشوة على الوش كده من فوق. وندخل الصينية الحلوة دي الفرن. فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. مش هنحتاج نغطيها ولا اي حاجة. هتاخد لها تقريبا 25 دقيقة تكون بس كده البطاطس استوت واخدت لون حلو. نقدر نفرد كمان على الوش شوية من الجبنة الموتزاريلا عشان تعمل لنا كده منظر ظريف لما بتدخل الفرن، تبقى باينه كده انها
يعني فيها جبنه بقى وبشاميل والصوص الابيض اللي احنا عملناه مع السبانخ ده طبعا يشبه البشاميل شويه بس طعمه احلى، ومع السبانخ بقى خطير. بس كده اهو دخلها الفرن وتاخد لون حلو وتستوي البطاطس ريحتها تجنن طعمها خطير، مش محتاجه اي حاجه جنبها غير طبق سلطه بتبقى تحفه، واحنا عاملين واحده هناك اهو اخر لذيذه. لو عايزين تحطوا البطاطس مش متقطعه كمان كده شرايح زي ما احنا عاملين وحابينها مثلا تبقى واخده سلقه ومهروسه، فتعملي طبقه من البطاطس المهروسه من فوق ومن تحت بدل البطاطس الشرايح برضو تنفع وهتبقى حلوه جدا. هدخل دي الفرن والمنا اشياء ونرجع نعمل الماربل كيك، وصفه ظريفه وسهله جدا لاحلى كيك، خليكم معانا. انا جيت جلوفزات قمر الدين معلش بقى الجلوفزات خلصت، بصوا هنعمل دلوقتي الكيك بقى الماربل كيك، وصفه خطيره. ايه بقى القصه؟ بصوا معايا كوبايتين من الدقيق، تمام، محتاجين كمان عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر او كيس من البيكنج باودر، هنحط كمان رشه ملح، تمام، هنحتاج كمان بيضتين بيضتين فقط عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، معانا كوبايه ونص من السكر البودره، معانا كوبايه زيت، كوبايه لبن، تمام، وهنحتاج كمان بقى ربع كوبايه كده ولا اقل حتى من اللبن الحليب الدافي علشان ندوب فيه معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وبس كده هنعمل وصفه ماربل كيك خطيره. وبعد كده بنعمل لها بقى صوص شوكولاته عملناه مع بعض قبل كده اللي هو الشوكولاته السبريد، بتبقى في الخلاط ظريفه جدا، هقول لكم مقاديرها بسرعه قبل ما ابتدي في الكيك. عباره عن ايه؟ بنجيب في الخلاط نحط بنفس الكوبايه اللي هنعاير بيها، هي كوبايه واحده نعاير بيها المقادير كلها، هنحط كوبايه لبن، كوبايه من السكر، سكر بودره يفضل، لو مش متوفر يبقى السكر الابيض العادي مفيش مشكله، كوبايه قلنا كوبايه لبن وكوبايه سكر، هنحط عليهم اربع معالق من الكاكاو الخام يكون نوع كويس، ممكن نحط رشه خفيفه جدا او نص معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان لو تحبوا طعم القهوه فيها، لو مش عايزين خلاص ما تحطوش، ومعلقه صغيره من الفانيليا، ونفضل نضربهم في الخلاط نضربهم في الخلاط، ونبقى محضرين معانا من نفس الكوبايه اللي عايرنا بيها اللبن والسكر كوبايه زيت، وننزلها من فوق كده في الخلاط وهو عمال يضرب علشان الزيت ينزل سرسوب فيربط لنا قوام صوص الشوكولاته، فتبقى سبريد وتبقى تقيله كده وقوامها حلو، طعمها بيبقى تحفه وسهل قوي، نقدر نفردها على الكيك، نقدر نحطها على بسكوت، نقدر نقطع الكيك ونحشي بيها طبقات الكيك، يعني نعملها سندوتشات، هي حلوه جدا جدا واحنا عملناها مع بعض اكتر من مره فهتبقى مناسبه قوي مع وصفه الكيك. يلا نعمل الكيك بقى اهو، هنجيب بوله كبيره كده والمضرب السلك، وهنزل اول حاجه بالبيضتين وعليهم الفانيليا، هي دي الفانيليا، هي دي الفانيليا كده، ونضرب البيض كويس قوي قوي مع الفانيليا كده، وهنحط الزيت ونحط السكر البودره كده، ماشي، ونقلب كده كويس، طبعا يفضل ان السكر كان يتناخل علشان ما نلاقيش فيه اي حبيبات كده بالشكل ده. معانا بقى ايه؟ الدقيق، هنحط البيكنج باودر على الدقيق كده، هنحط رشة ملح، نقلب كده الدقيق كويس قوي، ومعانا اللبن كوباية اللبن، هحط الدقيق وهحط اللبن ونقلب عجينة الكيك، لبن عادي خالص مفيش مشكلة مش سخن ولا حاجة اهو، ونقلب هيطلع معانا هو ده كده خليط الكيك. انا عايزه اعمل منه جزء بالشوكولاته علشان لما احطه في الصينيه بتاعه الكيك يبقى لونين، لون ابيض كيك فانيليا ولون بالشوكولاته. هعملها ازاي؟ اهم حاجه بس الاول كده ايه
اضرب العجينه اهو. بصوا ده سمكها عجينه الكيك اهو، ولا خلاط ولا حاجه، كله بالايد كده بالمضرب. هتلاقوها معاكم خطيره اهو. بس كده هجيب بوله تانية علشان اقسم المقادير. هاخد تقريبا نص الكميه نحطها في البوله دي، يعني بالوايم كده. لو عايزين طبعا ايه تقيسوها بقى بالكبشه وبالميزان والكلام ده براحتكم، بتبقى طبعا دقيقه اكتر، لكن احنا في البيت ولا دقيقه ولا بتاع، احنا عايزين نعمل كيك وناكله بسرعه. انا معايا شويه لبن يكون بقى دافي او سخن. ليه؟ عشان لما احط عليه الكاكاو دلوقتي اقدر اقلبه بسهوله من غير ما احس ان الكاكاو مش راضي يدوب، فاهمين؟ اهو اللبن الدافي هيساعدني ان الكاكاو الاقيه اتقلب على طول واختلط مع اللبن الدافي، عشان يعملوا لنا كده معجون. والله انا على شكلي حطيت لبن كتير كده. ونحط كده ونقلب. طبعا اللبن الكتير شويه ده خلى الشوكولاته بقت سايبه، فانا هحط كده ايه معلقه دقيق، يعني هحل المشكله كده عشان يطلع قوام الكيكه دي قد القوام التاني، فاهمين؟ لكن انتوا بقى لما تيجوا تقلبوا الكاكاو في اللبن لازم يبقى معجون، معجون تخين كده مش سايب زي ما انا ايه كنت عامله دلوقتي. انا الظاهر حطيت لبن اكتر من اللازم، بس لحقت الموقف بمعلقه من الدقيق عشان القوام ده يطلع زي القوام ده. بس كده. وبنجيب بقى صينية كيك. انا كده خلاص معايا لونين من الكيك، الفانيليا والشوكولاتة. بجيب صينية كيك مدهونة زيت او عليها ورقة زبدة براحتكم خالص، ونبتدي بقى نعمل الايه معلقة من دي على معلقة من دي. عايزة اوريكم الفكرة بس عشان الحلقة قربت تخلص. بصوا معلقة كبيرة من الكيك الفانيليا، وعليها كده من فوق معلقة كبيرة من كيك الشوكولاتة، وبرده كده يبقى معاكي بقى مثلا كبشة تحطي شوية من هنا وشوية من هنا لغاية ما تخلصي مقدار الكيك كله. فلما تستوي تعمل معاكي ماربل كيك خطيرة. هنفضل نعمل كده ونبقى طبعا مسخنين الفرن، فرن سخن درجة حرارة 180، وندخل الصينية الحلوة دي في الرف اللي في النص. ما نفتحش عليها ابدا الفرن قبل 35 دقيقة علشان نضمن انها ما تهبطش معانا. بعد ما يعدي 35 دقيقة افتحي كده بصي ايه الاخبار، وهي في الغالب هتاخد معاكي 40-45 دقيقة في الحدود دي، وهتلاقيها اتنفخت وبقت حلوة جدا. اول ما يحصل كده وخلاص اختبرتيها ولقيتيها استوت، بنطفي الفرن، نفتح باب الفرن ونسيب الكيك في الفرن لمدة 5 دقايق في الفرن وهو مطفي، علشان نحافظ على حجمها وشكلها، ما نطلعهاش مرة واحدة من الفرن فكل الهيشان اللي هي فيه نلاقيها هبطت فجأة. بس كده وتتقطع بقى زي ما انتوا شايفين، واخر لذاذة والله ما محتاجة ابدا اي حاجة. وممكن كمان نحط لها صوص الشوكولاتة السبريد اللي انا قلت لكم المقادير بتاعته، وهتلاقوه برضو بالتفصيل عملناه كتير قوي، هتلاقوه على اليوتيوب، اكتبوا الشوكولاتة السبريد مروة الشافعي هتلاقوها على طول في الخلاط، سهلة جدا. الوقت خلص والحلقة خلصت. عملنا اول وصفة مع بعض النجريسكو بحشو السجق، وصفة سهلة سريعة طعمها حلو جدا، جربوها قولوا لي ايه رأيكم. والوصفة الثانية الماربل كيك باسهل طريقة واسهل مقادير وطعمها خطير. انا بشكركم جدا ان انتم تتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.